أول رد من الفنانة نسرين طافش على طلاق الفنانة أصالة وظهور ديما بياع ونسرين طافش في صورة واحدة. أهلا بكم. بادرت الفنانة السورية المقيمة في مصر نسرين طافش لنفي تهمة تسببها في انفصال مواطنتها المطربة السورية أصالة عن المخرج طارق العريان. وشنت الفنانة السورية نسرين طافش هجوما مضادا على مروجي الشائعات، مؤكدة أن من يؤلفها حاقد ومن ينشرها أحمق ومن يصدقها غبي. الفنانة السورية نسرين طافش رفضت الزج باسمها في كواليس طلاق الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان بعد رواج شائعات عن وجود قصة حب تجمعها بطارق العريان. وأطلقت الفنانة نسرين طافش فور إعلان الطلاق تغريدة عبر حسابها بموقع انستغرام، قالت فيها: الإشاعة يؤلفها حاقد وينشرها أحمق. وتابعت نسرين طافش: ويصدقها غبي، أما العاقل والراقي والمنجز والواعي فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، أنت من أولئك. وتابعت الفنانة السورية نسرين طافش قائلة: بطبعي صريحة وواضحة وسأبقى كذلك، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن. يذكر أن شائعة طلاق الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان انطلقت في النصف الثاني من العام الماضي ونفتها أصالة أكثر من مرة. معترفة أصالة بوجود خلافات عائلية صغيرة بسبب انشغالهما بالعمل الفني، ووعدت جمهورها بإعلان أي جديد يمس حياتها الخاصة حال حدوثه. وتم الزج باسم الفنانة السورية نسرين طافش ثم زميلتها ريم مصطفى كطرف في قصة خيانة العريان لزوجته الفنانة أصالة. وأكد المخرج طارق العريان خبر انفصاله عن زوجته المطربة السورية أصالة، وشارك متابعيه على موقع انستغرام صورة تجمعه بطليقته. شارك متابعيه على انستغرام صورة تجمعه بطليقته مع رسالة قصيرة وحزينة في أول ظهور لطارق العريان منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث ابتعد عن مواقع التواصل مع رواج شائعات خيانته لأصالة مع فنانة شابة. المخرج طارق العريان كتب رسالته باللغة الإنجليزية وتحاشى تماما ذكر اسم الفنانة السورية أصالة كما فعلت في بيانها صباح اليوم، ولكنه أشار إلى حسابها الرسمي. وعلق طارق العريان قائلا: لسوء الحظ وصلت القصة لنهايتها، سأظل أحترم وأحب هذه الشخصية الجميلة للأبد أم أولادي. وسبق أن أعلنت المطربة السورية أصالة طلاقها رسميا من المخرج طارق العريان، وأصدرت بيانا شاملا صباح الاثنين أكدت فيه على رغبتها. في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها. ومؤخرا انتشرت صورة جديدة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعت الفنانة نسرين طافش والفنانة ديما بياعة وأحمد الحلو.
وتعتبر هذه الصورة هي الأولى من نوعها التي تجمع ديما بياعة بصديقتها السابقة بعد سنوات من العداوة بسبب خيانة الأولى لصديقتها مع زوجها. حيث أجرت إحدى المحطات الإذاعية لقاء تلفزيوني مع ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو على السجادة الحمراء وأثناء اللقاء. وأثناء اللقاء ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش بالصدفة من ورائها بطريقة غريبة لاحظها رواد السوشيال ميديا، وتشاركوا اللقطة من الفيديو وعلقوا عليها ريحة خيانة. وكانت قد صرحت الفنانة السورية نسرين طافش أنه لا يوجد مشاكل بينها وبين أحد من الفنانين. ولكن يمكن أن يكون لأحدهم مشكلة معها تنعكس عن مشاكل مع نفسه، وذلك تعليقا منها على اتهامات الفنانة ديما الجندي. وردا على هجوم الفنانة السورية ديما الجندي عليها واتهامها بالأذية، قالت نسرين طافش: خلال حياتي كلها لم آذي أحد. وتابعت نسرين طافش: ولم أتكلم على أي صديق خلال مقابلة بطريقة غير لائقة، تهينني أولا قبل أن تهين زميلي. ووجهت الفنانة السورية نسرين طافش رسالتها لكل منتقديها قائلة: بتمنى يجي اليوم اللي فعلا نفرح بنجاح بعض ونحب بعض، ولما نشوف إنسان سعيد وناجح نبارك له. وتابعت نسرين طافش: وإذا ما قدرنا من الغل والحسد نتركه بحاله. وإضافة إلى خلافها مع ديما الجندي، فالفنانة السورية ديما بياعة كانت قد فجرت مفاجأة بعد انفصالها عن الفنان السوري تيم حسن. كشفت ديما بياعة من خلالها أن سبب الانفصال هو خيانته لها مع صديقتها الفنانة السورية نسرين طافش. كما وانتشرت العديد من الأخبار عن علاقات لنسرين طافش مع رجال متزوجين كانت سببا في انفصالهم عن زوجاتهم.